علاج الألم والرعاية التلطيفية في فلسطين. المؤتمر الدولي الثامن الذي تعقده كلية الطب بالجامعة الإسلامية والأول فلسطينيا الذي يتطرق إلى هذا الموضوع. هذا هو المؤتمر الثامن لكلية الطب الجامعة الإسلامية تحت عنوان علاج الألم ورعاية التلطيفية في فلسطين، وهو يسلط الضوء على قضية هامة غائبة عن الممارسة اليومية في المؤسسات الصحية الفلسطينية، وهي الرعاية التلطيفية، أي تلطيف الحياة وتحسين ظروف المعيشة وزيادة جودة الحياة لدى المريض، بالذات مرضى أصحاب الأمراض المزمنة أو المستعصية. هذا المؤتمر هدفه الأساسي تسليط الضوء عليها ونشر هذا الفكر وهذا الوعي بين الطواقم الصحية العاملة في فلسطين. يأتي هذا المؤتمر لمناقشة 4 محاور رئيسية: الإدارة الصحية، ومحور الرعاية التلطيفية السريرية، ومحور الجوانب النفسية والاجتماعية للرعاية التلطيفية، ومحور الرعاية التلطيفية في ضوء القيم الإسلامية. هذا الموضوع يعني يكتسب أهمية خاصة في مجتمعاتنا في فلسطين، حيث أن هذا الجانب مهمل بشكل تقريبا كامل من حيث التطبيق في المستشفيات وفي التعامل مع المرضى. أحببنا في هذا المؤتمر أن نركز على هذا الجانب، أن يكون هذا المنطلق نقطة انطلاق نحو خدمة صحية أفضل للمريض. ما يميز هذا المؤتمر المشاركة الدولية الكبيرة فيه، فقد شارك فيه أكثر من 12 طبيبا من دول مختلفة كبريطانيا وأمريكا والنرويج واليابان وأوغندا. نحن في منظمة الصحة العالمية ندعم مثل هذه المؤتمرات ومثل هذه الجهود لما له دور كبير في تعريف العاملين الصحيين على أهمية الرعاية التلطيفية وعلى أهمية كيفية التعامل مع الأدوية التي ممكن أن تخفف من آلام المرضى. Chronic pain and how we assist pain in preparation was lots of absent days. So patient who are suffering from pain. وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات، أهمها الاهتمام بالجوانب التطبيقية لمحتوى مقرر الرعاية التلطيفية وعدم الاقتصار على الجانب المعرفي فقط، بالإضافة إلى إدراج برامج رعاية نفسية وروحية في خطط وزارة الصحة داخل المستشفيات، وضرورة تفعيل الدور الرقابي لوزارة الصحة على كل من الجهات الحكومية والخاصة بوصف الأدوية المراقبة. كما أوصى المؤتمر بضرورة اهتمام المستشفيات بإنشاء إدارات خاصة بالتوعية الدينية في القطاعات الصحية. للجامعة الإسلامية علا أبو معمر، غزة، فلسطين.